احتضنت قاعة القصر البلدي ببروكسل مساء يوم السبت 21 شتنبر 2017 اليوم العالمي للسلام في نسخته الثالثة من تنظيم مؤسسة المواطن ببلجيكا تحت شعار العمل الاجتماعي لصالح السلام والعيش المشترك. وقد حضر اللقاء شخصية بارزة في الدولة البلجيكية على رأسهم الأمير لوران شقيق الملك فيليب وسفير المملكة المغربية ببلجيكا السيد محمد عامر ورئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا السيد صلاح الشلاوي ومجموعة من الفعاليات الجمعوية في مجال الدين والسياسة والثقافة. اليوم العالمي للسلام في نسخته الثالثة انطلق في تمام الساعة الثالثة زوالا بكلمة افتتاحية لمدير مؤسسة المواطن السيد الحسن هموش الذي رحب بالحضور القوي والمفاجئ وكل الشخصيات المشاركة في النقاش الذين لبوا دعوة المواطن وأعرب عن سعادته بهذه اللمة الأخوية والعائلية التي رجي من خلالها أن تخرج بتوصيات تفيد المجتمع البلجيكي. بعد ذلك منحت الكلمة للمحاضرين ممثلي مختلف الأديان السماوية وأيضا الدينيين حيث الكل أدلى بدلوه في إطار العيش المشترك والسلم والسلام بدولة بلجيكا. وقد تفاعل بقوة كل الحضور مع المداخلات واستحسنوا النقاش القائم والهادف نحو العيش في الطمأنينة بمجتمع يرحب بكل الأجناس على اختلاف لونهم وألسنتهم. تلا المداخلات والنقاش فقرة عبارة عن أناشيد وابتهالات لفرقة الأمداح والسماع الصوفي على طريق القادر البوتشيشية وبعد ذلك تم تكريم مجموعة من الشخصيات الفاعلة والمهمة ببلجيكا. Aux femmes israéliennes et palestiniennes, mères, je remercie la part de la communauté d'Allemagne, Arsène, pour ce prix et rejoindre vos paroles de Michel Montounès. Une preuve de toutes les voix sont réunies ici, c'est que les chanteurs de la forêt de Machicha qui ont chanté sont interprétés. Alors tout d'abord, je vous remercie pour ce prix. Je vous remercie tous pour votre présence et pour la qualité de vos discours. Alors, je suis vraiment ému d'avoir reçu ce trophée. Je voudrais remercier l'Arcel pour cet honneur qu'il me fait. Permettez-moi juste de vous raconter une petite histoire qui est extraite du Talmud. On se sent un tout petit peu. Alors, vous savez, nous sommes dans une démocratie. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne voudrais pas faire concurrence au grand rabbin. Elle est toute courte, mon histoire. C'est l'histoire d'un franc-maçon qui habite quelque part. Et hélas pour lui. Quand ils sont venus arrêter un de ses voisins qui était catholique, il n'a rien dit. Comme fait métier de dédier ce trophée, c'est pour moi une journée émouvante parce que ça fait aujourd'hui 18 ans que ma mère est décédée et ma mère pour moi c'était le baron. Ma mère nous a mis à aimer. C'est un chèque en blanc
et on vous dit vas-y, continue. كنظموا هذا اللقاء هذا بشراكه مع مجموعه من المؤسسات من ديانات مختلفه من جنسيات مختلفه الى غير ذلك، والهدف الاساسي والرئيسي هو خلق واحد النوع ديال البيئه ديال الحوار والتعايش والتواصل مع الاخر كيفما كان النوع ديالو، كيفما كانت الديانه ديالو، كيفما كان يعني التوجه ديالو الايديولوجي السياسي الى غير ذلك. يعني حنا كنعيشوا واحد الفتره صعيبه بزاف الان، فيها مشاكل كبيره من الحروب كاينه في عدة دول، وكنعيشوا ايضا مشاكل الارهاب والتطرف. فاحنا المسلمين خاصة المسلمين ديال المغرب كنقوموا بهذا النوع ديال المبادرة اللي كنوريو بان كاين مجال للتعايش بين المسلمين وغير المسلمين، ويمكن فقط نبنيو هذا التعايش هذا من خلال هذا النوع ديال التنظيمات او ديال الانشطة اللي تقلب على الاخر، اللي كتمشي تبحث على الاخر وكتعطي له يعني واحد الدور يلعبه في المجتمع. ربما النسخه السابقه كانت شويه يعني نسخه كانت في البدايه كان فيها مشاركين ماشي ما كانش العدد كبير، النسخه الثانيه كان فيها يعني عدد كبير من المشاركين، وهذه النسخه اللي كيميزها اكثر على النسختين اللي سابقين هي ان درناها في العاصمه الاوروبيه في بلديه بروكسل اللي كتمثل العاصمه الاوروبيه، والحضور ديال الامير فيليب اللي الان اصبح واخد على العاتق ديالو هذه المبادره، وابتداء من السنه المقبله غادي تكون الرعايه الساميه ديال الامير على هذا اللقاء هذا. هذا هو اللي كيميز هذه النسخه هذه. نتواجد اليوم في قاعه بلديه بروكسل للاحتفال باليوم العالمي للسلام، وهذه السنه الثالثه التي ينظم فيها هذا المهرجان وهذا الحفل. وفي الحقيقة يعني هي مناسبة لالتقاء ممثلي الديانات وممثلي كل الثقافات الموجودة في هذا البلد، وكذلك مجموعة من السياسيين يعني كانوا متواجدين بيننا. هي فرصة بطبيعة الحال لإحياء التواصل والعلاقة مع هؤلاء، ولكن في نفس الوقت لتوضيح ما تقوم به جميع المؤسسات بما في ذلك مؤسستنا نحن الهيئة التنفيذية للمسلمين بلجيكا مع المؤسسات الأخرى تجمع مسلمي بلجيكا اتحادات المساجد من أجل السلام في هذا البلد. نحن فخورون بانتمائنا لهذا البلد بلجيكا، والذي هو بلد في الحق يعد مثالا يحتذى به على الساحة الأوروبية فيما يخص العيش المشترك وإدارة هذا العيش المشترك لمختلف الديانات ومختلف الأفكار. Alors simplement pour vous dire que c'est une très très belle réunion, ça fait la troisième année que je viens et à chaque fois on rencontre des gens différents et comme je disais lorsque je parlais tout à l'heure, c'est qu'enfin ici on propose des choses concrètes et c'est pas comme à chaque fois on parle, on dit faut faire l'appel, là chacun vient avec son expérience et montre ce qu'il a fait et après il y a cet échange entre les gens, on peut se préparer pour travailler ensemble. Donc bravo à l'Arsen et bravo à toute l'équipe qui a organisé ça. الفريدة من نوعها في قلب العاصمة الأوروبية ببروكسل، وهي تظاهرة ترمز إلى التسامح وإلى التعايش المشترك وإلى طبعا إلى المستقبل الذي ينتظره كل واحد منا. وهذه المبادرة التي أتت من طرف قناة المواطن ومن طرف شركائها من أجل تذكارها كل سنة وبحضور الأمير البلاد سيد لوران، وطبعا وكل المشاركين والضيوف السفراء والسادة القناصلة والذين مثلوا الجمعيات الدولية والجمعيات حقوق الإنسان، وطبعا نحن هنا كذلك باسم الأكاديمية للحضور وللمشاركة مع زميلنا الأخ الأحسن حموش الذي يعني يقوم بهذه الجهود السلمية والتقاربية من مختلف الديانات من اليهود والنصارى واللادينيين والمسلمين ومن مختلف الطبقات وشرائح هذا المجتمع. أظن هذا الرسالة التي نأخذها اليوم هي رسالة حب وسلام، ولا سيما النموذج المغربي للإسلام والتعايش والإخوة الذين أتوا من جميع المشارب الصوفية وأتحفونا بأذكارهم وأمداحهم
ونحن كما قلنا في قلب العاصمة الأوروبية ببروكسل نتواصل أو نجدد التواصل من جديد مع سائر هذه المخلوقات التي هي في الحقيقة خلقها الله من أجل التعايش، وخلقها الله من أجل أن يتعارفوا فيما بينهم. وإن كان هناك شيء مهم نأخذه اليوم فهو أننا نحن كلنا نتكامل أو نكمل بعضنا البعض من أجل المؤاخاة ومن أجل الأخوة الإنسانية الصادقة. المناسبة اللي كتشوفوها اليوم فيها تسامح وتعايش مع جميع خلق الله، مع البشرية كاملة إن شاء الله، ويكون دائما تواصل مع الأحباب في بلجيكا هنايا وفي أوروبا كاملة إن شاء الله. كذلك ما نساوش المشاركة المجموعة البوشيشية، الطريقة البوشيشية والعلوية والطرق كاملين الصوفية اللي كيعطي واحد النبط ديال الروح ديال الذكر ديال المحبة ديال السلام في أوروبا كاملة. وكذلك حنا من المغرب كنجيو كنأديو هذا العمل هذا الرائع مع جميع خلق الله.